بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. معكم فاطمة الكشوتي، نائبة برلمانية عن الجهة الشرقية. اليوم جيت جد سعيدة باش نحضر في جمعية الريف لمرض الزهايمر. فأود أن أشكر كثيرا رئيس الجمعية سي بركاني على المجهودات ديالو اللي كيقوم بها من اجل الجمعيه، وكذلك كنشكر جميع الاعضاء ديال الجمعيه، وكذلك كنبغي نشكر البروفيسور العلوي على الندوه اللي قدمها اللي غنيه بالمعلومات على هذا الزهايمر هذا. فهذا المرض صراحه كيعاني منه بزاف، فكنقول للناس باش يدعموا هذه الجمعيه لانها محتاجه للدعم، وانا كنائبه برلمانيه دائما غادي نكون مسانده لها، ماشي لهذه الجمعية وإنما جميع جمعيات أكثرية المرض، باش نخفوا شوية المعاناة ديال المرضى وكذلك المعاناة ديال الأسر ديالهم. وكنتمنى لهم التوفيق، وحنا دائما رهنا الإشارة. وشكرا. في الأول كيبدا الذاكرة كتكون مسجلة على حسب مراحل التاريخ ديال الإنسان، الأسماء كتنسى لهم الأحفاد، من بعد يقدر ينسى الاولاد، الاخير الزوجه هي اللي ما تنساش، ان هي الاولى اللي تسجلت في الذاكره في الاغلبيه ديال الحالات. نفس الشيء المراه تعطي المثال على الرجل، مع العلم ان مرض الزهايمر كاين واحد النسبه اكثر من النساء اللي كيتصابوا به من الرجال. علاش؟ لان في الاغلبيه النساء كيعيشوا اكثر من الرجال، متوسط العمر ديال النساء جميع الدول في المغرب إن النساء أنه أكثر، عندما متوسط العمر في المغرب 75 سنة بالنسبة للنساء، 72 سنة بالنسبة للرجال. اليابانية عندهم 90 سنة بالنسبة للنساء، و 87 بالنسبة للرجال، عندهم 10 سنين أو 12 عام. من جملة المسائل كذلك اللي مع المرض، وهو بزاف ديال المسائل اللي كان يستعمل الإنسان كمناعة. ملي تجي عائلة تجي سيدة يقول لك تقول بنية تنساو عندهم شك من مرض الزهايمر، من بعد الكفاءة اللي تفقدوا وهي كفاءة ديال الطبخ الكويزين، لأن الطبخ عملية من ناحية ذهنية معقدة، خصك تعرف شنو غادي تستعمل، رجيم الأكل واش غادي دير فلاح حمرا ولا ما كاينش فلاح حمرا، واش دير بزار ولا دير المعقدة. ملي يفقد الإنسان الكفاءة هذه كيولي الطعام ديالو أول حاجة كيقول بأنه الطعام ديال الوالدة مبقاش هو زيادة منه، بأنه كينسى الواحد تراجيل أو تراجيل فوق العافية كتحرق، مع العلم بأنه يمكن تحرق ماشي كل الناس تحرق لهم ساعة ساعة أنه عنده مرض الزهايمر. إذا فقدان الكفاءات من تطور ديال مرض الزهايمر. من المسائل ديال في الأغلبية وفي الوقت ديال الغداء في المذاكرة مع الدكتور بوتوزي ديال التجربة ديالو ديال مرض الزهايمر، هنا قلنا من الأغلبية ديال الناس ما كيجيو إلا ملي كيولي المريض خالق مشاكل هائلة، كيبقاش تينعس ولا تيولي عنده هيجان ولا تيولي عنده تتعدى ولا هيجان. وهذه مسألة خصنا نتفاداها، وما خصناش عندنا لا هنا في النظور وكذلك في الرباط، هي 50% ديال الناس يجيونا في هذه الحالة مرحلة ثانية متقدمة ديال المرض، تولي صعوبة باش تعالجو، خصوصا صعوبة باش تستعمل الأدوية اللي يحبسو تطور المرض. إذا هذه من المضاعفات ديال مرض الزهايمر، خصوصا إذا ما كانش شخص في المرحلة في الأول. من جملة المسائل الأخرى تطرح مشاكل العائلة، وهو مشكل ديال الهذيان، أو البصر ديالو أو الحنية ديالها، من بعد كيقول لك أن هو الراشد أو المساعدة اللي يجيب مشاكل، وصعيب باش يمكن تفهم المريض على غير خطة، وخا تلقاهو يقول لك لا سقطوا عندك. من جملة المسائل كذلك اللي من ناحية نسميوها أنثروبولوجيا اللي موجودة في جميع الدول، ماشي في المغرب أو المتوسط كذلك في أمريكا وأوروبا، وهو المريض راشد.